طب هو دكتور في سورة السجدة الله عز وجل يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دكتور، لماذا الله عز وجل ذكر لنا بالتفصيل كيف خلق آدم ولم يذكر في القرآن كيف خلق باقي الخلق، الحيوانات وباقي الكائنات؟ جماهير أهل العلم على أن سائر المخلوقات فيما سوى البشر خلقت بقانون كن فيكون، وأن الخلق بيد الله عز وجل هي ميزة اختص الله بها آدم وذريته، فهذه ميزة للإنسان دون غيره من المخلوقات. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فمن مظاهر هذا التكريم أن الملائكة الكرام خلقوا كن فيكون، والملائكة يأتون في المرتبة الثانية التالية مباشرة بعد البشر، فهم أولى المخلوقات بالتكريم بعد الإنسان. والملائكة عليهم السلام خلقوا بكن فيكون، فالإنسان وحده خلق بالصناعة الإلهية للجسد والنفخ الإلهي للروح على النحو الذي أراده الله وشاءه، ليكون ذلك في ذاته مظهرا من مظاهر تكريم الإنسان، لأن الإنسان وحده هو المرشح للوظيفة المركزية في هذه المرحلة من الوجود. إني جاعلهم في الأرض خليفة، والخليفة أي المسؤول المكلف عن هذه الأرض، مسؤول عن نفسه وعن غيره من المخلوقات، مؤتمن على إدارة مشهد هذه الحياة. فإن أصلح هذا صلاح كل الموجودات، وإن أفسد دفع الجميع ثمن ذلك، يدفع الطير والحيوان والبيئة والطبيعة والنبات والشجر، كل هذا يدفع ثمن غالي لإفساد الإنسان. هذا من مقتضى الخلافة. تكريم الإنسان بالنموذج المختلف في الخلق مرتبط بالإرادة التي أراد الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان هو الخليفة، هو المسؤول والمكلف الأول والمخلوق المركزي في هذه المرحلة من الوجود.